اه الملاكمة. ليه؟ لان هو الموضوع انا يعني زي ما زمايله قالوا انا ما اعرفش ان هو مرض، يعني هو اي مرض في الدنيا ليه اعراض، فهو مرضي برضو فيه اعراض وليه جوانب وفي علاج ليه، فانا ما اعرفش الكلام ده. انا بصحى الاقي نفسي خلاص انا عايز انزل اضرب دلوقتي، ليه دي مش عارف. ابتديت اعرف بقى هنا الافكار اللي بتيجي دي بتجيلي عن طريق ايه، وازاي ان انا احارب الافكار دي واشتت الفكره دي. فهو الموضوع مش اعراض انسحاب او ان انا المخدر يطلع من جسمي، هنا المشكله عندي هنا ازاي ما تفكرش فيه بالظبط. ولو وانا مش هعرف كده كده هتيجي الافكار، سواء بقى افكار ضرب مخدرات مباشره او اي افكار من او سلوكيات من اللي انت كنت بتعملها قبل كده، كده كده هتيجي، انا مش هعرف اوقفها. بس المشكله لما تيجي انا هعمل ايه؟ ايوه، هل انا هسيب نفسي لدماغي وامشي ورا الفكره اللي بتيجي، ولا ابتدي ان انا ارفع ايدي واطلب المساعده من الناس؟ ده المهم، لان انا حاولت زي ما قلت حضرتك كده قبل كده لوحدي ما عرفتش. ايوه، هي الفكره بس لما بتيجي وانا اول حاجه بعملها وانا بس برفع ايدي كده وبطلب المساعده، يا جماعه انا جاي لي افكار كذا، ولازم يبقى في حته امانه في الكلام. طبعا لازم تبقى انت امين معاهم، كانت الفكره اللي جايه لي لازم اقولها زي ما هي عشان اعرف اخد العلاج المظبوط. ايوه، انا لو كدبت او حورت في حاجه تانية ده ملوش لازمه، العلاج هاخده غلط برضه. ايوه، بس فجيت هنا قعدت شهرين وكان لسه في برضه عندي مشاكل تاني، وطلبت ان انا استكمل مده تاني، والجماعه هنا برضه زودوا لي شهر تاني. هو على حسب الحاله وحسب الجلسات اللي احنا بنعملها مع الاخصائيين، فبيشوفوا انت محتاج تقعد تاني ولا خلاص، وبنروح بقى ونيجي متابعات، بننزل نواجه الشارع في اي مشكله، بنيجي هنا نتكلم في المشاكل اللي احنا قابلناها سواء عملنا فيها ايه واللي احنا ما عملناش فيه حاجه او ما عرفناش. يعني ايه مشاكل في الشارع يا مصطفى؟ يعني انا مثلا في مشكله مع في حته الثقه مع الاهل دي، يعني انا ما معلش انت اي حاجه هتضيع في البيت اول حاجه بيبصوا له انت. لو سهرت شويه انت فين وكنت فين، لو سهرت شويه الاكل لو مش مظبوط شويه او انت خاسس او حاجه العين عليك على طول. فدي معلش. وانت فعلا كنت بريء من كل ده؟ ما في بعض التبطيل بقى خلاص، بس هو انت الانطباع اللي انت سايبه قبل كده. لا، ما انا فاهمه، انت بطلت. لا، اصل انت بتتكلم في جزئيه مهمه جدا لازم نقول للاهالي تاخد بالها منها. انت بطلت بس الاهالي ما زالوا شاكين في حته الثقه دي. ما معلش، ما انا برضه انت فعلا كنت بطلت خلاص، ما فيش اي حاجه. كنت لما بتتاخر بتسهر عادي مع اصحاب عادي. حتة النوم ومواعيد النوم المتلخبطة دي برضو بترجع لهم الشك تاني. الاضطرابات بتاعة الاكل، اي حاجة يعني انت اتغيرت فيها او كنت بتعملها قبل كده بتعملها وانت مازال الصورة الذهنية فانت كده لا في حاجة مش مظبوطة. ده كان بيضايقك نفسيا؟ حتة عدم الثقة دي عند المتعافين اصلا يمكن من الحاجات اللي هي بتتعبهم، اللي هو انا عامل مجهود وشغال على نفسي فانا يعني هو ده الدعم اللي احنا محتاجينه. بس ده كلام مهم ونصيحة مهمة، ربنا يبارك لك فيها. يعني هي حتة الثقة دي يمكن أكتر حاجة بتألم المتعافي، إن هو بيحاول يجتهد وبيحاول يشتغل على نفسه فهو بس عايز حد يطبطب عليه. يعني حتة الطبطبة دي يعني إحنا نسيناها تقريبا في أيام المخدرات. أيوه، كمعاملة أهل الأهل أو من المكان كانوا بيتعاملوا إزاي الأهل؟ يعني ما خلاص بقى انت اذي، يعني انت نزيف خسائر شغال في الثقه، مالكش راي، مالكش قرار، مالكش دور، انت خلاص بتعيش اللي هو الغائب الحاضر في البيت. ايوه، احنا بنوصل للحته دي. يعني انا من سبب من الاسباب اللي خلاني انا اخش ابطل ان انا مش عارف اقول لابني عيب او غلط او ده صح وده غلط او ده حرام او ده حلال. فهو مش هيحسها مني لان هو شايف والده بيعمل ايه. فانا مش عارف يبقى ليا دور في تربيه اولادي، مش عارف اخد قرار في بيتي، دايما معتمد على اهلي ومعتمد على اللي حواليا في ان هم يقضوا لي كل حاجتي. بس يعني دي الوضع اتغير دلوقتي؟ طبعا طبعا كتير، شايف انه فعلا في تحسن. طبعا انا دلوقتي اهلي بدل ما وصلوا الحته ان هم بيدعوا على لا فانا النهارده هم بيدعوا لي. الله. حتة ان انا اقابل حد في الشارع بس ومن غير ما اقول له ان انا متعافي هو بيبان وابتسامته ليا في وشه، يعني ابتسامته ليا دي بتحسسني ان انا بعمل حاجه. أيوة. بعد ما كانت الناس ممكن ارمي السلام على واحد ما يردش عليا، النهارده انا الاقي حد ينادي عليا عشان خاطر يسلم عليا ويبتسم في وشي، دي بالنسبه لي برضو حاجه كبيره. يعني مصطفى، قبل ما تخلص حكايتك تقول ايه للشباب وتقول ايه للاهل؟
بص حضرتك، هو اولا اكتريه الشباب يعني في مفاهيم مغلوطه كده، اللي هو مفيش تبطيل، او هم بيشوفوا ناس دخلت اماكن خاصه ورجعت وترجع للمخدرات تاني، فهي بس الطريقه اللي هم اتعاملوا بها هي اللي غلط، لكن هو في تبطيل. ادي نفسك بس فرصه، المخدرات موجوده ما بتخلصش، احنا اللي بنخلص. في حاجه اسمها موت، انا في ناس كتير من زمايلي ماتوا، وناس كتير اتحبسوا، وناس ايديهم اتقطعت ورجليهم اتقطعت، فما تستناش ان توصل للمرحله دي، هي الناس دي جربت لها خلاص. الاهل احنا عارفين ان احنا يعني تعبناهم واذيناهم كتير، بس احنا برضو محتاجين الطبطبه منكم، محتاجين مش هقول ثقه زياده قوي، بس حتى لو سنه بسيطه، ويسامحونا بقى في اي حاجه طبعا احنا عملناها يعني. بس الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، الحمد لله على السلامة. الله يسلمك.